الكبار والرقص مع الثنايا في أشواط التميز في هذا المساء مع ثنايا أصحاب السمو الشيوخ التي تنطلق لتحمل لواء ناموسي والتحدي في 8 كيلو مترات. انطلق الشوط التاسع في أشواط مساء هذا اليوم، الشوط التاسع الخاص بالثنايا المحليات البكار بشعارات أصحاب السمو الشيوخ، وننطلق مباشرة مع المركز الأول. ننطلق مع المركز الأول مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق بشعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود بقيادة سعد بن طالب بن شريم المري، وهذه اللي هي بد مشاهدينا الأعزاء، تنطلق بد على مقدمة الشوط وتقود المشاركات بجدارة، بينما تليها في المركز الثاني الشايبة في المركز الثاني لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم بقيادة حمد بن علي العويسي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز من الجانب الآخر مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بن ضبيعة اللي قدم سلهودة على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع تاتي فيها ملولة لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، يضمر ملولة خليفة بن سلطان بن رشيد على المركز الرابع. والمركز الخامس أنا التواجد من مرعوشة من هجن الرياسة بقيادة عيسى بن سيد بن المرة المكتوم، حمد بن علي العويسي كذلك في تضميرها، ولكن تخترق حاجز الصوت وتتسلل من عمق الميدان ومن جانب اليسار اللي هي الطيارة لتطير بالعاصفة وهجنها وشعارها وانطلاقاتها، وهناك العزرة المرافقة لها والموازرة لها في مسار هذا الشوط من جانب اليمين، ينطلقا بشعار هجن العاصفة بقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. يا سلام، نعود مع الامتار الاخيرة مشاهدينا الاعزاء. وصلت كذلك الطيارة لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم بتضمير راشد بن سالم بن بخيت، وبدت الانطلاقة وبدت السرعة في 800 متر الاخيرة، والاوامر مع الكوكب الرباعية والاربع المراكز الاولى التي تندفع على مقدمة الشوط. بد مشاهدينا الاعزاء، بد ما عندها اي مالها بد من هذا المكان، من هذا الفوز، من هذا الناموس لتحمل هذا الشعار الملكي الجميل، شعار صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود سعد بن طالب بن شريم المري. ولكن الطياره حلقت في سم المرموم، طارت الطياره بالمركز الاول، خدمت الاداء الجميل. يا سلام، هذه الطياره لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، تنطلق بالمركز الأول، تعلن الفوز في هذا الشوط، تعلن الناموس. تهانينا نزفها لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. هذه إنجازاتها الطيارة في هذا الموسم، قدمت الكثير وفازت بالمركز الأول لعدة مرات، تعود هذا المساء وتجدد هذا الفوز الناموس. تهانينا لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، كذلك نقدم التهنئة إلى أحد شبابنا راشد بن سالم بن بخيت على هذا الفوز وناموس المركز الثاني، العزرة من هجن العاصفة، والمركز الثالث وصلت مرعوشة من هجن الرياسة، أما المركز الرابع وصلت في بد لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد آل سعود، والمركز الخامس الغيور لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. التوقيت الزمني، هذه الطيارة مشاهدينا متابعينا الكرام
12 دقيقة و 49 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لاسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لراشد بن سالم بن بخيت، بينما وصلت في المركز الثاني العزر من هجن العاصفة، قطعت المسافة في 12 دقيقة 51 وثانيتين. تهانينا كذلك تهانينا للواثق والمركز الثالث على شاشة التلفزيون، هذه المرعوشة قطعت المسافة في 12 دقيقة 53 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لعيسى بن سعيد الخيل.